الاهلي كمان طالب مسؤوله او مسؤولي اللجنه الثلاثيه المكلفه باداره اتحاد الكره بضروره التدخل لاعاده الامور الى نصابها الطبيعي بايقاف الاخطاء التحكيميه وتطبيق معايير ثابته على الجميع لضمان استكمال بطوله الدوري في اجواء رياضيه بعيدا عن الشحن الجماهيري ووسط معايير راسخه للعداله والشفافيه بين جميع الانديه المتنافسه. وده الحقيقه الاهلي بيطالب بيه، احنا مش طالبين حاجه من التحكيم غير العداله والمساواه والشفافيه. مطلوب من لجنه التحكيم قضاه الملاعب ان هم يكونوا مسؤولين عن اقرار المعايير دي في المنافسه عشان تكون المنافسه في النهايه منافسه شريفه. انا حتى الحقيقه يمكن لقطت ان العقوبه تطلع بالسرعه دي، يعني احنا عارفين طبعا حضراتكم عارفين انه ماتشات الاسبوع ما زالت مستمره، يعني لسه الاسبوع ما خلص، ورغم كده يعني بسرعه شديده جدا تم الاجتماع وتم اقرار العقوبه وتم الاعلان عنها، حتى لما ما استنيناش لما الاسبوع ينتهي وتنعقد لجنه المسابقات بعد انتهاء مباريات الاسبوع وتصدر العقوبه. يعني دي برضو يعني خدوا بال حضراتكم انه الانسان لما بيكون في حاله غضب او بيكون في حاله تحفز اي حاجه بالنسبه له غير مبرره بتزود بشكل كبير جدا من حاله الغضب وحاله التحفز دي. يعني ما ينفعش الجمهور النادي الاهلي يبقى حاسس انه مظلوم في ماتشين وضايع منه اربع نقط في ماتشين بسبب التحكيم. ده احساس معظم جماهير النادي الاهلي على فكره، انا مش بتكلم على وجهه نظر شخصيه، انا دايما ببقى حريص على ان انا اتابع بعد كل مباراه النادي الاهلي ردود الافعال، والجماهير بتاعه النادي الاهلي للاسف طبعا مش موجوده في المدرجات. يعني انا بعتقد لو الجماهير كانت موجوده في المدرجات كان صوتها هيبقى واصل بشكل واضح وصريح، لكن بما انها مش موجوده فبتطلع ردود افعالها دايما على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى صفحة النادي الأهلي وعلى برنامج السادسة، فببقى حريص أعرف الناس بتتكلم في إيه. الأغلبية الكاسحة من جماهير النادي الأهلي بتشوف بترى إنه في حالة تربص من التحكيم للأسف. أنا بقول الكلام ده في للنادي الأهلي، وإنه ده أصفر عن إنه الأهلي ضاعت منه نقاط، أربع نقاط في المسابقة. عشان كده بقول لحضراتكم لما بتبقى في حالة الشحن دي مهم جدا جدا يتحط ده في الاعتبار، ومهم جدا جدا نتجاوز أي في اخطاء كانت مقصوده او غير مقصوده عشان ما تزيدش حاله الشحن السلبي عند، هنتكلم على جماهير النادي الاهلي مش اي جماهير.